مواجهة الناس اللي ظهروا مؤخرا على السطح عشان احداث قلاقل في البلد. بص يا احمد بيه، نمرة واحد، انا بطلب من السيد الرئيس الناس اللي اساءوا او بيحاولوا يسيئوا العلاقة المصرية السعودية فورا يبقى في زيارة يمنا منهم. السعودية في ظهرنا واحنا في ظهرها طول العمر. الناس الاخوان اللي فرحانين ان العلاقة وعايزين يشعللوها، لا، مصر والسعودية والكويت والامارات وعمان والاردن والبحرين، الجزء ده كله طبعا بالاضافة المغرب والجزائر وتونس وليبيا وتونس كله، بس طبعا والسودان طبعا لسه، نعم. في السودان فورا يا ريس، من فضلك اقطع المشكلة دي بسرعة، ولازم ننسق مع السعودية في موضوع سوريا. ما فيهاش كرامة، دي دولة شقيقة دلوقتي فيها خناقة من روسيا وامريكا مع بعض، ده واحد. اتنين، بقول لمعالي النائب العام من فضل حضرتك احمد شفيق ليه لغايه دلوقتي على تراكم الوصول؟ لان الناس ابتدت، يعني انا اسف، توجه التهمات للدوله والنظام انه مش عايزين احمد شفيق. احمد شفيق عمره ما كان خاين، عمره ما كان عميل، عمره ما كان ضد السيسي. وانت عارف كده كويس. احمد شفيق كان عنده قضيتين، قضيه اتحفظت وقضيه تم سداد الفلوس اللي قالوا عليها. احمد شفيق لازم يرجع لوطنه، معزز مكرم، ده راجل وطني محترم، ده بسرعه كده. نمره ثلاثه، حضرتك بقى بتقول لي قولي الرئيس. الرئيس عنده ظهير شعبي. حاجة ما عند ربنا رباني، يعني مهما يعمل، واخد بالك، سيبك بقول لك انه يتخصم رصيده، انا ممكن ازعل من ابني، واخد بالك، لكن يعني ازعل بس، لكن بحبه. تمام؟ الناس بتحبك. والناس في ظهرك. الدولة عايزة يد من حديد. خففيش الظلام اللي ظاهرة دي. مع واحدة تقول لك أنا عاملة حماية دستور، واحدة مش عارف 6 أبريل، يا فندم من فضل حضرتك. أنا لو رئيس الجمهورية هقفل الفيسبوك. ودول كتير قفلته. هتقفله. فوراً. نعم. فوراً. شايف إنه له دور في الفوضى. أدي واحد. اتنين، بطلب من مجلس النواب اللي أنا منه تعديل قانون الإجراءات الجنائية، قانون عقوبات مادة 184 بتعاقب بالحبس أو الغرامة كل من أهان الجيش أو مجلس النواب، واخد بال حضرتك، وقانون الإجراءات محاصر العملية في رئيس الهيئة. يعني مثلا القائد الاعلى للقوات المسلحه هو اللي يعمل بلاغ، مجلس رئيس مجلس اعلى القضاء يعمل بلاغ، او الداخليه تعمل بلاغ، مش هعمله. حضرتك نص يتعدل انه او اي فرد من الهيئه. انا جندي شايف ان واحد قال الجيش بتاعنا الجيش خونه او يسقط، يروح يقدم بلاغ وما يبقاش فيها غرامه، يبقى فيها حق.